عايز مصالحة، عايز شريكه يقدم اعتذار ويصالحه، طيب خاطره زعلان، نفسه يبعد، نفسه يسيب العلاقة كلها ويمشي، نفسه يبعد. لا، هو زعلان جامد، الدكتور زعلان جامد عايز يمشي. شايف شريكه ازاي؟ ده تغيير مكان، تغيير بيئة، سفر، يا اما مسافر الشريك، اما يكون مسافر، اما يكون يا اما هو بيسافر كتير، او هو مسافر بالفعل، او يكون اوكي، او يكون بيبعد عنك، يعني هو بيعمل حاجة بعيدة عنك، انت ما بقتش بيته، انت ما بقتش مكانه، فغير البيئة بتاعته، فبعيد. شايفك الطاقة ما بينكم فيها خناق كتير يا جماعة، في خناق كتير كتير مستمر مستمر، يعني تخلصوا من خناقة تخشوا في خناقة جديدة، تخلصوا من خناقة تخشوا في خناقة جديدة، الخناقة ما بيوقفش. الشريك عايز ايه؟ عايز مغامرة، عايز فرفشة، يعني لا عايز نكد ولا عايز زعل ويقعد يصالح ويدادي، ولا لا 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 انا مش عايز الجو ده. بصوا ده عامل ازاي، واخد شنطته وطلع البحر اهو، ولا في دماغه اصلا. شفتوا بقى الفرق؟ عايز ايه؟ عايز يجمع بين شخصين. انا اسفه جدا بس ده اللي انا شايفاه. شايفك ازاي؟ شايفك زي ما احنا شفنا فعلا في القرايه العامه بتاعتك، هادي، متزن، بتتعبد كتير، او انك انت فوضت امرك لله وفي حاله استسلام. خلاص عارف، فوضت امرك لله. انا شايفة عملية اصلاحات بتحصل، مش عارفة من انهي طرف، ما اعتقدش انك انت يا تور، بس يمكن تكون على الاقل فاهم بتعمل اللي عليك، يعني بتعمل اللي عليك وخلاص، بحيث انك ايه، ان العلاقة ما تنهارش كليا. فدي طريقتك بالصلح، بس انا ما اعتقدش ان طاقتك فيها اي حاجة انك انت تعمل حاجة زيادة عن كده، انت اكيد بتعمل اللي عليك وخلاص، اللي هو بس عشان ايه تبقى سديت الثغرات دي. بعدين انا شايفه اما هيبقى في حكم بينكم، حد هيجي يحكم بينكم ويعقلكم بقى، هيعقلكم شويه. شايفه بعد كده اختيار، اوكي، في عمليه اختيار، يعني اللي هو ايه، تيك ات اور ليف ات، هو يا ده يا ده، اختار. وبعدين شايفه مشاعر جديده، مشاعر حب جديد، ده خالص هتتولد، شايفين ايد ربنا اتمدت اهي، تعالوا انا هنقذكم. هتحس بقى بحب تاني لشريكك، شريكك هيحس بحب ليك تاني، انتوا الاتنين هتحبوا، عارفين لما تكونوا كأنكم بتحبوا بعض من اول وجديد، الحب في اوله، في اول العلاقة خالص، اللي بيبقى يعني كوكو خالص، كيوت قوي، ده حاجة كده. وفي حالات معينة ممكن يكون فيها حمل، الكارت ده بياخد المعنيين دول، مشاعر جديدة حلوة جدا، قوية جدا، صادقة جدا جدا، أو مولود جديد. فبصوا هي الدنيا كانت عاملة ازاي، بس بتتحول، كل حاجة بتتغير، ادوا بس الموضوع وقت. أنا حاسة بيك يا ثور، وحاسة بالألم اللي أنت فيه، أنت زعلان ومحتاج طردية، طردية ورد اعتبار، عايز تبعد، تسيب العلاقة كلها وتمشي خلاص، ما بقتش قادر. شايف شريكك اما مسافر او بيسافر كتير او بيبعد عنك، غير بيته، ان هو ما بقاش بيتك، انت ما بقتش بيته. اقصد الطاقة ما بينكم فيها خناق كتير واطراف كتير، مش بس خناق كتير، لا ده في ناس كتير، في شارع ملموم، وناس بقى كل واحد بقى عمال يدي رأيه، والدنيا ولعة. شريكك عايز يعني ما عنده دماغه خالص، مش عايز ازعاج، نرجو عدم الازعاج، وعايز علاقه ثلاثيه يجمع ما بين شخصين. شايفك ازاي؟ مستكين، طاقه ابداع، قصدي طاقه روح، طاقه روحانيه، حاجه فيها روحانيه، اما بتتعبد كتير او بتتامل كتير، او انا شايفها ان انت فوضت امرك لربنا خلاص، وايه واستسلمت.
صح، برافو، بشكرك يا موني جدا. اللي انا شايفاه اللي هيحصل كالاتي: في عمليه اصلاح هتبتدي تحصل، وافريقيا دي هتبقى من الكبار من الكبار، قعده صلح. بعدين هيبقى في اختيار، اختار يا دي يا دي. وبعدين مشاعر جديده هتتولد بين الثور وشريكه، مشاعر جديده كانه حب جديد ان شاء الله، وعفى الله عما سلف. بس مستمتعة بيكي حبيبتي يا نور. انتي جميلة، ان شاء الله هترجعوا لبعض بإذن الله يا ماريا، ان شاء الله. طيب انا عايزة ابص على حاجة بس. ياسمين if you're watching، مش هعرف اسمع الفويس دلوقتي، اما اخلص هسمعها. بس الدنيا تمام. thank you يا رندا. طيب يا زلوى، على حسب تاريخ ميلادك حبيبتي، انا بقول التواريخ قبل ما، يعني في كل مجموعة بقول التواريخ بتاعتها ايه. طيب يعني يا جماعة، الجروب بتاع استغفر الله العظيم وشرك بالله كتير قوي النهاردة. رحومة، ميرسي يا حبيبتي قوي، ميرسي يا اني جدا جدا، بشكرك يا مالك. يا غالية الله يسعدك، حاضر والله هنقول يا سامح من عينيا الاثنين. اوكي، بشكرك يا سونيا قوي قوي قوي. اوكي، هو انا المرحله بتاعت الحمام وشها اتقلب خالص. لا يا بنتي والله خالص، بالعكس والله صح، انا فوضت امري لله. كويس جدا والله، يعني انت يعني مين احسن من متفوضي امرك ليه؟ هو هيدبر لك كل امورك، ارمي بس حمولك عليه، ما فيش دعوه. نفسيتي يعني نفس كده، معلش هتتظبط هتتظبط ان شاء الله، وكل حاجه اوكي. تعالوا نشوف بقى المرحله الثالثه اللي هقول تاريخها دلوقتي، من الموضوع اللي لسه مش عارفين موضوع المرحله دي. المرحله الثالثه بتاعت برج الثور بتبتدي من 10 لحد 20 مايو. تعالوا نشوف حالته العامه اخبارها ايه. وانا بحبك قوي يا ام عبد الله، تسلمي لي. ايوه، جميل، الله. اوكي، بصوا يا برج الثور، اللي داخل مشروع وهيبتدي مشروع جديد، اي حاجه فيها استثمار في البيت او شراء او اي حاجه من الحاجات دي، سوري يا جماعه، اي حاجه من الحاجات دي بليز اجلها شويه. في هنا طاقه ان هو حاجه انت حاطط اساسها وهتبتدي تكمل عليها، وواضح انها حاجه تخص الفلوس، لان 3 اوف بنتكلز اهم، 3 اوف بنتكلز فلوس، يعني في خساره ملاصقه ليها. ارجوك لو بتعمل اي حاجه فيها استثمار او فيها فلوس وقف دلوقتي، استنى استنى الشهر الجاي على الاقل، يعني والله اعلم. نايت اوف كابس، في رومانسيه هنا عند الثور. نايت اوف كابس، ايوه حبيب ظريف، بتهتم، كلامك حلو، الدنيا عندك ظريفه. المجموعه الثالثه عندنا ذا ستار، النجم. الموضوع ما يخلاش برضو من شويه حيره، بس مش هتطول، يعني حيره في القصير كده، يعني مجرد مش بتفكر في الموضوع نفسه في صلب الموضوع، لا شويه رطوش كده حواليه، اعمل ده دلوقتي ولا استنى شويه، بس شكلك واخد قرار. قدامي عيله جديده اهو، 10 اوف بنتكلز، عيله جديده للناس اللي لسه ما ارتبطوش. بالنسبه للاستاذ الرومانسي ده، الفارس ده اللي راح يتقدم شكله، والعكس البنت اللي جاي بتقدم لها. شايف قدامي اتمام للمراسم دي باذن الله، وبدايه عيله جديده. الناس اللي متجوزين اوريدي فهم
بيتهم عامله كده بالظبط، اب وام واقفين جنب بعض مع بعض، وولاد بيلعبوا والشمس طالعه وخضار وحاجه حلوه قوي قوي ما شاء الله، طاقه حلوه جدا جدا، طاقه الاسريه عند التور في المرحله دي شكلها كويس قوي ما شاء الله. الامبراطور برضو طالع عند التور هنا، حاسس بقوه وحاسس ان هو بقى عنده قوه وثبات كافي ان هو اللي يرسم الخطوط، هو اللي يقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. بناز صلبه قوي ما بيتهدش ان شاء الله. اللي حصل وقعت عليه الخساره دي خلاص، فلنفرض انها وقعت بالفعل او مش ما ينفعش تجنبها، في بعدها ان شاء الله تعويض سريع. تعويض مادي يعني، الحمد لله الحاله الماديه هتتعوض، الخساره هتتعوض بسرعه ان شاء الله. بس هنا في انا شايفه برضو طاقه خوف، واضح ان الثور كله بيعاني من مشكله في النوم، مش لازم يكون خايف من حاجه الثور، بس هو النوم عنده مش متظبط يعني، هو في ابراج معينه في فعلا في اوقات من السنه اليوم النوم عندهم بيبوظ، مش لازم يكونوا متوترين، مش لازم يكونوا بيفكروا في حاجه، بس النوم عندهم بيبقى مش ظريف. بس ما تقلقوش، دي لو ما فيش سبب يعني للقلق اللي بيصحيكم من النوم ده ان شاء الله هتعدي وتروح لوحدها. في كمان كوين اوف سوردز قوه برضو، عمال تاخد قرارات بعقلك، مش عارفه ليه العيله السعيده دي اهي شكلها هيحصل عندها شوية مشاكل أو لخبطة. ايموشنز، الثور هيبتدي يفكر بعقله بس في العلاقة، مش الاتنين، نو نو نو، بس عقله بس. هياخد قرار صعب، بس أرجوك وأنت بتاخد القرار الصعب ده يا ثور يبقى ذهنك صافي، ما تاخدوش بانفعال وأنت في وقت انفعال، لأن في حاجة هيترتب عليها أنت بتاخد قرارات. أنا شايفة إما إن هو بتاخد شريكك وتبعده عن المشاكل، مشاكل يعني هي براكو براكو بره العلاقة، مشاكل عندكو فأنت بتاخده وبتبعده تروح مكان أكتر هدوء، أو أنت اللي بتمشي لوحدك قررت إن أنت أنا مش بقى أنا خلاص أنا المشاكل دي أنا مش قدها ومش عايزها، وفعلا بيشد الرحيل، رايح عايز يروح لمكان اكثر هدوء، يعني مش حاسه بطاقته بشويه فراق، حسدت ولا ايه؟ لسه بقول عيله، عيله حلوه وعيله مترابطه، حاجه شكلها حلو جدا. الله اعلم، الموضوع مش لازم ينطبق على كل الناس، يعني الناس اللي الحاله عندهم العاطفيه كويسه الاسريه، عشان دول عيله خلاص، الاسريه عندهم كويسه خلاص افتكر الدنيا عندكم تمام. الناس اللي عندهم لخبطه، الثور في الحاله دي عمال يبتدي يفكر بعقله زي ما قلنا، ومنحي قلبه خالص وعمال يحسبها يعني واحد واحد واحد، وقرر انه هيبعد عن المشاكل دي كلها ويديها ظهره، باي انا ماشي. طيب هلخص القرايه بسرعه، الناس اللي داخله على بزنس او عايزين يعملوا اي استثمار مهما كان صغير او كبير، في خساره جايه الشهر ده والله اعلم، يا رب ما تيجي ابدا، يعني يا ريتها تيجي في خساره ماديه، بس تجنب اي استثمارات او اي حاجه فيها فلوس الفتره دي. في حاله رومانسيه بتحصل للناس السنجل، الناس السنجل اللي لسه ما اتجوزوش، في حد بيابروتش يعني رايح وبيعرض عرض وشكله ان شاء الله هيتقبل، وبدايه عيله جديده. في قوة الحمد لله، في حد الثور حاسس بقوة في شخصيته وفي طريقة تفكيره وتصرفه في الأمور، في تطور في حالة مادية، بس في شوية مشاكل في النوم، الثور مش بينام كويس، يمكن مخاوف، يمكن كوابيس، بتجيله حاجات كده مش ظريفة وقت النوم وبيصحى كتير. للجزء اللي عنده مشاكل في العيلة في الأسرية يعني، فهو منحي مشاعره خالص 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 وهو بياخد القرار ده، وابتدى فعلا ياخد قرارات وقرر بالفعل ان هو يبعد. طيب تعالوا نشوف بقى الناس اللي في علاقة بالفعل اخبارهم ايه عاطفيا. طيب ماتا حبيبي بلاش حرام عليكي والكلام ده، والله بصي انا اللايف لازم يمشي بالسيستم اللي محطوط، احنا دلوقتي فاضل لنا قرايه العاطفيه بتاعت المجموعه الثالثه،
وهناخد القرايه المجانيه اللي كسبت معانا النهارده، وبعدين هنسحب كروت. فان شاء الله اسحب لك. بليز يا لولا خدي سكرين شوت من معنى السباعي. اكتبي حبيبتي برجك، واكتبي اسمك ايه واسمك وايه سؤالك. اوكي مفيش مشكلة يا دينا، لو بتنطبق عليكي الأولى يبقى هي دي حبيبتي قرايتك. أنا مقسماهم علشان ناخد أكبر عدد من الحالات الممكن، مش ممكن قراية واحدة هتنطبق على برج بأكمله، مستحيل. عشان كده أنا قسمتها التلاتة. في الأغلب بتنطبق على حسب التاريخ، على حسب البرج، بس مش شرط. لو الأولى انطبقت معاكي أكتر يبقى هي دي بتاعتك. انا شايفه يا سامح ان في كل مشكله في المرحله الاولى والثانيه نهايه القراءه بتبقى الدنيا هتتعدل باذن الله، هتتعدل قريب جدا. انتوا بس تفائلوا خير، اعتبروا ان اللي انتوا عايزينه حصل خلاص. يعني حط في دماغك كده ايا كان اللي انت مستنيه ان هو يتظبط، حسس نفسك، اقنع نفسك ان هو حصل بالفعل، حصل خلاص. اجذب الطاقه ليك، فاهم قصدي؟ قانون جذب والله العظيم صح، وانا مجربه بنفسي. بشكرك يا احمد جدا جدا. فضلك اسحبي لي كارت اطمن على والدتي. عاوزه سؤال اسمع. عايزه تطمني على والدتك حبيبتي؟ طبعا اكيد. بشكرك يا دودي. طب حبيبتي ممكن برجها، يعني ابعتي لي برجها. لولي لولا قصدي بليز. دودي لا مش دودي، اسمها ايه؟ اسماء. اسماء عامر. ممكن تاخدي سكرين شوت من سؤالها اللي هتسأل تطمن على مامتها، هي ناقصها البرج بس، واسحب لها كارت حاضر من عينيا الاثنين. طيب يلا نشوف بقى حالته العاطفيه ايه. اللهم اجعله خير يا رب. جميل. طيب عايزه اقول لكم ان الطاقه مش حلوه خالص، طاقه حزن والم. بسم الله الرحمن الرحيم كده، حزن والم. بس ما تقلقوش الدنيا ان شاء الله هتبقى كويس. الثور شايف ان العلاقه مش ثابته، يعني هي كل شويه بحال اللي هو ايه، ترقص كده شويه، احس انها علاقه قويه، شويه احس انها علاقه ضعيفه جدا، اقل حاجه ممكن تضيعها. نفس العلاقه دي تقوى كده وتثبت على رجليها كده وتبقى علاقه زي الناس. كينج اوف بنتكلز يمكن تكون في مشكله ماديه عند الثور. لو ما هياش مشكله ماديه فشريك الثور في المرحله دي بخيل عليه جدا في حاجه، مش بيديهاله. ممكن تكون اهتمام او مشاعر، وممكن تكون ماده فعلا، فلوس فعلا، دخيل عليه جدا. الثور شايف شريكه ازاي؟ شايفه ان هو في ناس بتاثر عليه، يعني مش هو اللي بيفكر، في ناس هي اللي بتفكر له وهو بيتاثر بيهم جامد. شريكك بقى عايز ايه؟ انا شايفه ان شريكك عارف فين اللي هو متقمص دور الضحية، عايز تقمص دور الضحية اللي هو انا يعني انا شمعة تحترق من اجل الاخرين. طب فين يا سيدي؟ مش عارفة يعني هو وليه دخل نفسه في الحتة دي يعني، بس يمكن يكون حاجة انت مش واخد بالك منها يا تقول، يمكن يكون فعلا هو مضحي بشيء بس انت مش واخد بالك. نفسه برضو في توازن في العلاقة. شايفك ازاي؟
شباب بتمر بموقف صعب، ده موقف صعب، اما انه انت شخص متدين جدا او قربت من ربنا جدا في الفتره الاخيره، ابتديت تتدين جدا وتتعبد كتير كتير كتير، ابتدى يشوفك بالصوره دي. ايس اوف بنتكلز، لو كانت المشكله مشكله ماده عند التور وشريكه هي فعلا فلوس، اوكي ابشر يا تيمور، ايد ربنا وباب رزق. لو كانت ازمه مشاعر وازمه اهتمام والحاجات بتاعتنا دي، فهو برضو دي اجابه لنفس السؤال، يعني كده رشه طاقه تديك الاحاسيس اللي انت محتاجها. وشايفه اهو في حد شريك بيقدم للتاني شيء، واكيد انت يا طول ده شريكك بيقدم لك يعني حاجه، الحاجه اللي انت كنت مفتقدها. يعني لو هي كانت مشكله فلوس وهو بخلان عليك بفلوس، هيبتدي يديك لان ربنا فتحها عليه، يعني الحمد لله بقى ليه باب رزق جديد فهيبتدي يعوضك. بصوا جايين ورا بعض اهو، اهو ده باب رزق جديد هنا بيبتدي يديك حاجات ويعوضك عن الوقت اللي فات. نفس الحكايه بالنسبه للمشاعر. شايفه قدامي ان انتوا هتبتدوا ترسموا هدف تروحوا له، الموضوع ده هيبتدي يخلق قدامكم هدف ان انتوا تسعوا له وان انتوا تروحوا له. قرايه برده حلوه جدا جدا جدا. طيب بالنسبه، معلش عايزه ارد بس على ابو عايد، انا مش برد على ناس وناس والله، انا برد في الوقت اللي بين القراءه والقراءه الثانيه، لان ما ينفعش ارد على كومنتس بوست القرايه عشان ما اقطعهاش. مفيش حد احسن من حد، كلكم حبايبي وكلكم منوريني. لو ما جاوبتش على سؤالك ارجوك كرره تاني. التور عايز ايه؟ شايف العلاقة بترقص مش مستقرة، عايز استقرار اكتر. اما ان هو في الحالة المادية عنده مش كويسة ونفسه الحالة المادية تكون احسن، وشريكه يقدم له يساعده ماديا اكتر او يدعمه ماديا اكتر، او حتى ممكن يكون زي ما قلنا معنويا والمشاعر والحاجات دي. شايف شريكه ازاي؟ زي ما قلت لكم شريكه في ناس بتأثر عليه، هي اللي بتتكلم بداله، فاهمين قصدي؟ يعني هو بيسمع وبينفذ. الطاقه وحشه قوي، فيها عاصفه، انتوا داخلين دي عاصفه، القلب معصور، عصره عصره وحشه، يعني اللي هو انت صعبان عليك نفسك في المرحله دي. شريكك ما تفهمش بقى، يعني عايز يبين ان هو المضحي، ان هو انا غلبان، انا بعمل كل اللي اقدر عليه، وشمعه تحترق من اجل الاخرين. يمكن يكون ده بالفعل على فكره، انا ما بتريقش، ممكن يكون ده فعلا، ودي استطاعته، مش قادر يديلك اكتر من كده، مش بخل منه، بس هي دي مقدرته. فاهمين قصدي ايه؟ برضو عشان الموضوع ما يتفهمش غلط. نفسه العلاقه تكون فيها اكثر توازن، وفي نفس الوقت برضو انا سحبت كارت زياده، عايز يهرب من المواجهه، مش عايز يتواجه لانه ما عندوش حاجه يعملها.